وقت اللي أخدوك ما فهمت أي تفصيل بخصوص هويتهم؟ لا. طيب شو سألوك؟ كل شي سألوني إياه. أنت لصالح مين عم تشتغل ومع مين عم تشتغل وكيف بهالفترة القصيرة انشهر اسمك هيك وغيره؟ هذا كل شي. طيب معقول يكون في حدا له مشكلة معك؟ حدا وقف المداهمة القديمة وخلاك توقف على جنب مثلا؟ لا ما بظن، ولو كان هيك أصلا كنت صدفت أي أثر. طيب جربوا أي شيء على جسمك أو جربوا لهم شيء أجهزة تكنولوجية عليك؟ إذا بتعتبر الكهرباء من التكنولوجيا ممكن. ربطوني على الكرسي ولطوني بالكهرباء وحطوا السلاح على راسي وهددوني بالقتل وحطوا قدامي صور لحكمة وفؤاد وغالب ومدحت وشيخ موس وسألوني عنهم كلهم. كيف كانت صيغة السؤال؟ إنك مع مين عم تشتغل فيهم ولا لصالح مين عم تشتغل أكتر؟ سألوني عن تأسيس المجلس وعن طبيعة علاقتي فيهم وشو إلي شغل معهم، هذا كل شيء. طب أنت شو كان جوابك؟ حكيت عن العملية أو إنك فتت بيناتهم لتهدم بنية المجلس؟ خايف كون بعتك قدامه؟ ولك ابني إذا عرفنا لشو تركوك فينا نعرف مين اللي أخدك، وإذا نفكر إنه حدا من التشكيلات احتمال تكون حاكي شيء. أنا ما قلت أي شيء لأي حدا، فيك تكون مطمئن. مانك مراقب وما تركوك لحتى يعرفوا مع مين عم تتواصل، وما حكيت تفاصيل عن العملية، وما كلفوك بأي مهمة. بدك تفهمني شو عم يصير ولا لا؟ ليك ابني في احتمالين. الأول إنك دخلت على دار حدا من الأسواق الخارجية، أو في منظومة عطت لنفسها شكل مخابراتي لحتى تقدر تكشف شو هو رابطك الحقيقي. أنا لازم خبر فؤاد بأسرع وقت. دقيقة. إذا ما كنت متأكد إنه فؤاد ما نورا هالشغلة ممكن تروح حالك على الفاضي. حتى لو ماني متأكد لازم خاطر هيك خطورة. إذا طلع فؤاد اللي أخذني لحتى يجربني، وإذا بحاول خبي هيك شي عنه مستحيل تاني مرة أكسب ثقته. أيوة فؤاد بيك، إذا فاضي لازم أحكي معك بموضوع ضروري كتير. قول شو فيه؟ على التليفون ما بصير، لازم نحكي وش لوش، وبترجاك تخبر شركائك، هالموضوع مهم كتير وبيخصكم كلياتكم. فهمت عليك، تعال لشوفك. رفيق